هذا وسجلت مخيمات نازحين في كركوك سابقة طبية خطيرة بتوزيع أدوية الأطفال على كبار السن لتعويض نقص الأدوية بعد أن خلف البرد القارس آلاف المرضى بين الخيام والهياكل. وفيما يؤكد نازحون إلى المدارس المتروكة في كركوك أن أكثر من نصف النازحين لم يتسلموا المنح الحكومية، انتقد آخرون ضعف تحرك وزارة الصحة وإجراءاتها الطبية. والله جينا نهار خميس من مكتب خالد والحد العال ما استلم لا خيام ولا أي شيء يكون، ما استلم لك شيء منهم، نروح على الشارع عليهم يا بس للولين وحنا التالين ما لنا شيء. أهل المليون تكاونوا هنا بيناتهم خوش وبعد ما جوا هاي من تكاون؟ هم بيناتهم الجهة يعني الشرطة بيناتهم تكاونوا وإحنا وقعنا بيها. هاي شوف انطونا إياها لحد الآن ما مستلم المليون، صار لنا 8 أيام ما مستلم المليون. شنو والله تكاونوا بيناتهم زين، احنا تكاونوا بيناتهم الحكومة يتكاونون بيناتهم زين، احنا ايش علينا زين؟ أنا عندهم مدارس ما مدارس يعني أبد والله، لا لا مدارس لا روضة لا كل شيء، يعني هسه حاليا حتى أي تعليم ماكو، أي تعليم الناشد الحكومة ما عاد يفيد بيها. زين شنو أنتم من حكومة ما تحسون على نفوسكم؟ أبي يعني ولدك أو يعتبر هو الشعب، ولدك يعتبر ولدك الشعب، عن ناشد الحكومة الثلاث عوائل قاعدين بخيمة واحدة ولا خيم ولا مساعدات ولا شيء ولا شيء، كلش ما ينطهم يعني من نروح هنا زين. وكل اسبوع من ذاك الخميس وهذا الخميس يلا عجلي كان واحد يعطونا نفط، وهالبريد هذا من عدا المرضى ماكو طبيب تقول له على ابره يقول لك والله ماكو ابر، يعني اي مساعده اي شيء للمخيم ماكو حتى علاج. والله حاولت قد حاولت على المستشفيات مال كركوك ومستشفى السليمانيه وعلاج هسه انا دا اقول لهم بس انا قدموا لي علاج باي وسيله، اعطيتهم تقارير مالاتي وهاي كله وما جاي ينطوني علاج. البارحه عند الحجيه مريضه وديتها على المستوصف ينطونا علاج مال جهال، يعني شرب من عمره سنه الى 3 سنين وهي مريضه عمرها 50 سنه. الاخبار مستمره من الشرقيه نيوز. كما أوردنا عليكم قبل قليل تفاصيل في الخبر العاجل، وصلت إلى غرفة أخبار شرقية نيوز بعض التفاصيل عن هذا الخبر، حيث تبادلت عناصر من القوات الكندية الخاصة إطلاق النار مع مقاتلين من تنظيم عرب الدولة الإسلامية داعش في العراق في أول معارك مباشرة على الأرض بين قوات أجنبية ومسلحي التنظيم، بحسب ما أعلن مسؤول عسكري كندي. وقال الجنرال مايكل رولو المسؤول في وزارة الدفاع الكندية، قال أن قوة خاصة تابعة لكندا أكملت جلسة تخطيط مع قادة عراقيين كبار على بعد كيلومترات وراء الخطوط الأمامية لخط القتال مع داعش، وعندما تحركوا إلى الأمام لتأكيد الخطط عند الخطوط الأمامية ورؤية ما ناقشوه على الخارطة، تعرضوا أيضا لقصف قوي بالهاون ورشاشات مسار على القوات الخاصة إلى الرد على تلك النيران. هذا ولم يوضح المسؤول الكندي المكان الذي وقع فيه الاشتباك داخل العراق، في حين لم يصدر عن الحكومة العراقية أي بيان أو تعليق على الحادث، على الرغم من إعلانها مرارا بأنها لن تسمح بأي وجود أجنبي قتالي على أرض العراق. إذن مشاهدينا نعود ونذكر من جديد في الخبر العاجل الذي أوردناه للتو الذي استعرضناه حالا، إذ تبادل عناصر من القوات الكندية الخاصة إطلاق النار مع مقاتلين من تنظيم ما يعرف الدولة الإسلامية داعش في العراق في أول معارك مباشرة على الأرض بين قوات أجنبية ومسلحي التنظيم، حسب ما أعلن مسؤول عسكري كندي. وقال الجنرال مايكل رول المتحدث في وزارة الدفاع الكندية، قال إن قوة خاصة تابعة كندا أكملت جلسة تخطيط مع قادة عراقيين كبار على بعد كيلومترات وراء الخطوط الأمامية لخط القتال مع داعش، وعندما تحركوا إلى الأمام لتأكيد الخطط عند الخطوط الأمامية ورؤية ما ناقشوه على الخارطة، تعرضوا لقصف قوي بالهاون والرشاشات ما استدعى القوات الخاصة إلى الرد على تلك النيران. ولم يوضح المسؤول الكندي المكان الذي وقع فيه الاشتباك داخل العراق، في حين لم يصدر عن الحكومة العراقية حتى الآن أي بيان أو تعليق على الحادث، على الرغم من إعلانها مرارا بأنها لن تسمح بأي وجود أجنبي قتالي
في أراضي العراق. عن فقط التنويه بأن هذا الخبر هو جاء على لسان المسؤول الكندي، يعني هذا ليس من وكالات، لكن المسؤول الكندي الجنرال مايكل رورو المسؤول في وزارة الدفاع الكندية هو الذي أورد هذا الخبر وأورد هذا التأكيد عن مسؤول كندي، فقط للتوضيح. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. ارتفع عدد الدور التي تم تفجيرها وحرقها من قبل ميليشيات وافدة إلى ناحية الإسحاقي في بلد إلى 60 منزلا بحسب مصادر محلية. ويقول سكان منطقة الحاوي التابعة لنفس الناحية إن عمليات ابتزاز منظمة تجري من قبل ميليشيات للحيلولة دون عودة النازحين إلى مناطقهم. إلى ذلك قالت مصادر أمنية أن قذائف هاون سقطت على ناحية العلم شرقية تكريت من داخل مقر الجامعة الذي تتخذه القوات الأمنية مقرا لها، فضلا عن تعرض منطقة الجلام شمالية سامراء إلى قصف بالمدفعية. دخلت الأزمة الأمنية والإنسانية في الفلوجة عامها الثاني وسط استغراب أهالي المدينة المحاصرة عسكريا من عجز قوات الجيش والتحالف الدولي عن استعادتها. السلع الأساسية سجلت ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار. الدور الخاوية وتلك المهدمة حولت أجزاء كبرى من مدينة المساجد إلى مدينة للموت. محمد المحمود والتفاصيل من هناك من الفلوجة. يصحون وينامون على أصوات الانفجارات وشظايا الصواريخ التي لازمتهم أكثر من عام دون أن تحقق أي تقدم على الأرض، فأهل الفلوجة هم من دفعوا ثمن هذه الأحداث التي جلبت الخراب والدمار وعصفت بكل شيء حتى باتت مدينة أم المساجد وكأنها مدينة من العصور الوسطى. مربونا مربونا صاروخنا الطيارة، الله وكيلكم من هنا أخويا طلعنا من هنا ساعة 11 بالليل طلعنا هنا بالجو الكاف. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا أخويا هنا شنا شيخ؟ حسبي الله ونعم الوكيل. 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 الله يقبلها. اليوم المواطن الفلوجي مل وسائم كل المطالبات. اليوم نحن كأهالي المدينة بصراحة أقولها ننتظر معجزة إلهية لحل الوضع في المدينة. لا الحكومة فقدناها بكل شيء، لا الحكومة هي جادة في حل الأزمة وإنهاء الموضوع، وكل طرف متمسك بما يريد. الضحية الأولى والأخيرة في هذا الموضوع هو المواطن الفلوجي. لم يعد أهل الفلوجة يكترثون للنداءات والمناشدات، فجميع ما أطلقوه ذهب أدراج الرياح وأصبحوا بانتظار معجزة لحل أزمتهم والحفاظ على أرواحهم وعودة النازحين إلى الديار. للشرقية نيوز محمد المحمود الفلوجة. قالت مصادر في ديال أن قوات الجيش تستعد لشن هجوم واسع واستعادة المقدارية من مسلح داعش بمساندة قوات كبيرة من الحشد الشعبي. وأضافت المصادر أن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى مقر اللواء 20 بعد أن تم اتخاذه مقرا لعمليات تحرير المقدارية بالكامل التي يفترض أن تبدأ خلال 72 ساعة، مشيرة إلى أن العملية يتم التحضير لها بعد أن أجرت قيادات الحشد استطلاعا شاملا ومسوحات ميدانية لإعادة مراكز تجمع المسلحين. إلى أن يمسك الجيش العراقي بزمام الأمور وندفع كل الميليشيات وكل المسميات الأخرى إلى الخارج ليحل مكانها الجيش العراقي، فهو الوحيد الذي يجب عليه أخذ ومسك الأرض وتحرير الأرض من الإرهابيين ومن التكفيريين ومن كل خطر يداهم العراق. اختطفت عناصر ترتدي زيا عسكريا تستقل عجلات حكومية تسعى من أبناء قداد
القضاء المقدرية في محافظة ديالى في تصعيد جديد لوتيرة عمليات الخطف والتصفية التي تنفذها ميليشيات ناشطة في ديالى. مصادر محلية أكدت بأن أكثر من 9 أشخاص خطفوا في منطقة جلالي التابعة لقضاء المقدرية من قبل عناصر ملثمة تدعي أنها من استخبارات ديالى وترتدي زي الرسمي. وأشارت المصادر إلى بدء عملية نزوح جماعي لأهالي قرية الجلالي بعد تزايد حالات القتل والخطف خلال 72 ساعة. وفي حدث آخر اختطفت ميليشيات وأمام أنظار الناس شخصا يدعى محمد رجب من وسط قضاء المقدادية واقتادته إلى جهة مجهولة. ختام حصاد هذه الليلة، تقبل تحيات طاقم الأخبار وطاقم الحصاد من الشرقين، وشكرا لكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.